بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع أسرتي. تاريخ 17 مارس 1983. أعيش مع أسرتي في منزل على شكل شقة في عمارة مو طويلة وايد. الأسانسير هناك ما يشتغل، وجيراننا أم شكري وأم جمال يتهاوشون دائما كل يوم، وصوتهم يقعدنا من النوم. في مطبخنا الثلاجة ما تشتغل إلا لما نرفسها، وتشولة جميلة تصنع بها أمي بيض عيون لذيذ. وعندنا غرفة في شقتنا الجميلة قليلا، لأن هناك شخابيط على الطوفة يمها، لكننا لا ننام في الغرفتنا مع أن فيها فراشنا ومخداتنا وغراضنا، بل ننام كل مرة في فراش أم الحنون لأنها طيبة وايد حلوة عشان ما تخاف في الليل. بعد انطلقت والدي لأن نحيس وكل يوم يطقنا طراق، ومرة من المرات طف الزقارة المشتعلة وفيها نار في إيد أمي، عشان شذي طردناه برا. لكن على الرغم من ذلك كل يوم يسوي لنا مشكلات وايد وكثيرا جدا. وفي يوم من الأيام شنو هذا؟ عطني عطني، والمساحة والمساحة لا تموت بلا سوسن. ليش يمه تعبت ولا اكتبي؟ يعني ليش كلها تصحين تردين تكتبين؟ ابد يمه، لانك خابق الزبيل، مو باقي الا تدخلون معانا الحمام. بعدين فاروق يمه، ليش التعبير كذي بالكويتي؟ الابله ينبح صوتها من صباح الله خير عشان منو؟ خلاص خله خله خله، انا بكتبه. اوه ليش انا اروح المدرسه؟ ليش ما تروحين انتي؟ انا اقول قوم قوموا قوموا، الساعة 6 ونص، قوموا قوموا. هلي هلي يا الله. اخ يا ربي، هلي هلي، صبحت الله بالخير حبيبتي. يلا فوزو فوزية فوزو، يلا قومي. يما امس انا قمت اول اليوم فوزي. يلا قومي قومي عاد، يلا قومي. انا ما ابي حمام. اي بس الحمام يبيك، يلا قوم قوم زتك ولا تبرك بالحمام، غسل وجهك واطلع. اي والله. وي وي، وصباحك الصباحي والورد اللي فاحي وفتوحه فتوحه، واللي يشوفها اترد روحه. فهود فهود، يلا يما قوم. يما بيبتين عيون لما ألمسهم تنبط مو يابسة. والله أنا اللي بنبط. قوم 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 قام. اي والله. وي فصول فصول. يما فايزة خشيت كورتي. لا أنا اللي خشيت كورتك. وقوم يلا قوم لا مردك هني، ونوبة ثانية لو كسرت شي بالبيت أنا اللي ببطها. فايزة فايزة يلا يما قوم، يا إخوانك كلهم قاموا وانتي للحين نايمة. فايزة مو كيفك، بتكتب نفس ما بقول لك. يلا استغفر الله، الله يعيني. اكتب: يعمل أبي ليلا ونهارا ويسهر على راحتنا. استغفر الله. اكتب خلصني. ها اثنين باثنين. واي يما أربعة. عافية. اثنين بثلاثة. ستة. عافية. كتبت؟ ايه. يلا اكتب: وأدعو الله في صلاتي أن لا يحرمني من حنان أمي ورعاية أبي. والله بدش النار. قص اكتب وانت ساكت. اي والله. وي ماكو ملح، شو تسوي؟ تعال اسمعي ما روح عندهم جمال. لا وي وخزياته، انا ماخذ منها طماط. روح عندهم شكري ولا امي تسلم عليك وتقول لك اعطينا شويه ملح. زين يلا زتك اركض. يما هو فهود
وين الخبز؟ مو كل يوم خبز 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 خبز، خلنا نتريق اليوم من غير خبز. لا انت ينيت وتبي تينني. اعوذ بالله منك ومن شرك، روح الدار اخذ الفلوس من على ميز التواليت وروحي بالخبز وتعال. ماني رايح، خل فاروق يروح. لا انت ينيت الحين بلبلب العصات على ظهرك وعلمك النبي عربي، روحي بالخبز. فهود فهود يمه ايش فيك حبيبي؟ ليش ما تبي تروح الخباز؟ بروح بس ترى ذيك المرة الخباز قال لي ادخل داخل وبس. واد يا محمود، واد يا محمود تعال، واد يا محمود خذ الملح وروح المطبخ وعبيها لي بالليل. حاضر يمه. خمسة خبز شمسم بدون سمسم بدون سمسم خمسة بدون سمسم. كم؟ خمسة فلوس. هذه عشان اللي بغيت تسويه ولدي. تعرف نوبة ثانية يا جليل الحية، لو فكرت تمسك شعره من راس ولدي أقصها لك. سمعت؟ قطيعة جليل الحية. فهود جيب الخبز وتعال. يمه انت وايد قوية. عيست عيست وانا ملح البيض. شو الملح؟ ما في ملح. حسيت كنا تاخرنا. يلا يما يلا قوموا قوموا يلا يما يلا تاخرنا ترى. يلا كل واحد يحط بيضته داخل خبزته ويلفها. يلا زداد سيارتي. يا ربي المفتاح مو بالبوك، لا يكون انباقت سيارتي. وين سيارتي؟ يما يمكن ما صفتي هني. شلون يما؟ مو امس ردينا من الحديقة وصفتها هني، ما تذكرون؟ بلى يما، احنا كنا صافطينها مني، بس وين راحت؟ يا ربي يا قرادة، من بيطالع هالقرنبع؟ شلون بيطالعونها ويبوقونها يا ربي؟ يما يما كاي سيارتنا. حسبي الله عليك ونعم الوكيل. يا الحوبتي ما تتعداك لا انا ولا عيالي يا غوينم. انت ليش ما تستحي؟
ايش فيك انت صايره دلاله صوتك واصله اخر الدنيا؟ انا ايش وانا ادوركم؟ انتم وين رحتوا؟ انا من الفير وانا قاعد ادور، قاعد افتر 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 افتروا فيك يا نانوة الارض يا جليل الحياه يلي ما تستحي. قول امين. انت ليش ما تجوز؟ متى ينصلح حالك؟ متى يا ربي تخيل؟ تعال من عطاك المفتاح. المفتاح؟ المفتاح بكري فاروق هو اللي عطاني المفتاح، قطع علي من فوق كان الكفي. انا راويك يا فار. ركبوا ركبوا خلصوني لا تاخر. يلا يما يلا يلا لا نطي. هاج هاج اختك كذي يا فاروق؟ كذي تسوي فيني؟ يا حلات عيالي شوفوا ابيكم تصيرون شطار مثل ابوكم. ماكو فايده، انا اتعب وربي واشيل الهم وهو ياخذ المحبه بارده مبرده على الجاهز. يخالف مالت علي وعلى حظي. الله ياخذني زين، الله ياخذني وتعرفون جيمتي. بسم الله عليك يمه. ايش دعوه عليك يمه فاروق؟ تبيني اموت؟ كل هذا عشان طقيتك طراق ما تقول لي بسم الله عليك يمه؟ يلا يمه نزلوا. أعطيت المفتاح لأنه هو قال لي إذا ما أعطيت المفتاح راح يجي المدرسة بمكسر وفنيلة وراح يفشل لي قدام ربعي. حسبي الله عليه. أنا اللي غلطانة يا يمه، حقك علي. سامحني إني مديت إيدي عليك. يلا يمه تعوذ من إبليس وروح المدرسة ودير بالك على روحك. ها إن شاء الله. يمه. ها يمه. شفتي انت بسالة بدعيتي على نفسك؟ انا قلت في قلبي بسم الله عليك. يا زين قلبك هالطيب والله. يلا يما. وتاليتها مع هالهيسه الاربد هذا، يعني احنا الحين ما ورانا الا هالغانم وطلابه هالغانم. عم بعينه جليل الحياه، لا حياه ولا خيال. أقول تبين دقوس؟ لا 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 كلش كلش كبدي ثقيلة ما أدري إيش فيني. تفضلي حجية غرفة اثنين. مو من قرادة حظي خليت كل ريايل العالم وخذيت هالمدودة. واي سكتي ينوي راوان نيوم القايلة. أنت اللي ما فيك صبر. لو صابرة شوي على هالحالات كان خذاك حد من هالتيار. وي واللي سلمك نصيب يا نوير نصيب. تفضل. اسم عبد الرزاق البجاسم. والحلوه شو اسمها؟ اسمي فاطمه وعندي سبع عيال، اكبرهم ولد عمره 12 سنه وهذه اصغرهم ومطلقه وريلي شالع عيني كرهني بريايل العالم كلهم. ولو شفت ريال قدامي ودي أزنطه من بلعوم ولين تطلع روحه. بل 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 شبريتي بنتي ما تحاشين. هوني به هوني. اذلفوا يهد قطيعه. شو اسمك؟ لا وراز لي الساعه الذهب يعني انا غني. سليمة صكتك والله. هلا هلا خالتي. شلونك خالتي أمينة؟ شخبارك؟ عساك بخير مما تنسين؟ الحمد لله رب العالمين. شلونك انت فاطمة حبيبتي؟ أنا بخير. نورية أمك. هلا يمه. هلا هلا حبيبتي. يمه زهرت لك ورقتك عشان أدخلك عند الدكتور. إن شاء الله. الحين يا ست فاطمة مصيبة مصيبة يا اختي وحلت على دماغي. يا ريتني مت قبل ما اشوف اللي حصل. ايش فيك يا شكري خرعتيني؟ ابني محمود بدل ما يحط ملح في الملاحة حط لكم سم فران. شنو؟
يعني اللي دزيتيه مع ولدي فيصل كان زم فران. والله ما كنت تعرف، ما كنت تعرف خالص. زين من اللي اكل منه؟ كلنا كلنا يا نوري يا عيالي. يما عيالي بالمدرسه بروحي مع عيالي. استني استني، انت دلوقتي بس خشي عند الدكتور واديني العنوان بتاع المدرسه، انا حروح اجيب العيال. يبا انا اروح اجيب البنات، دشي عند الدكتور. بالطقاقي طقني. شو تقولين يا نوري يا عيالي؟ العيالي بروح اجيبهم. الاسعاف الاسعاف، خلوا الاسعاف تجيب عيالي من المدرسه. الاسعاف لحقوني. دكتور دكتور، واللي سلم عمرك طمني على عيالي. عيالي بيعيشون، بيصير لهم شيء. دكتور طمني. الاكسجين هيساعد على التنفس، هياخدوا امبولات اتروبين هتقلل امتصاص السم، هنعمل لهم غسيل المعده حالا. فاطمه انتش تنطرين؟ يلا عشان تغسلين معدتك، حتى انت متضرره. يا ربي لا تاخذ عمري الحين، يا ربي ما ابي اموت اليوم. ابي اشوفهم، ابي اشبع من سوالفهم، ابي احل واجباتهم، ابي افرح بعرس البنات، ابي ارقص بعرس الصبيان. الحمد لله والشكر لك يا رب. عيالي عيالك عيالي، يما انتوا كلكم كلكم خير، انتوا كاملين زينين ما فيكم شيء. الحمد لله يما، احنا كنا قاعدين من زمان بس انت اللي كنت تنامي انت قاعدين. الحمد لله اللي الله طمني عليكم. ويقوم النمل يغني على الخنفسانه، خنيفسينا طنيفسينا شايبك درب المدينه. خنيفسينا طنيفسينا شايبك درب المدينه. وخلصت وملصت ويت الديايه وعنفصت. يلا يما يلا حطوا راسكم وناموا، ورانا قاعده من الصبح. يما. نعم يما. شلون تبيني أصير لما أكبر؟ أبيك تصير إن شاء الله طبيب. ولا وأنت مهندس، وفصولي حبيبي إن شاء الله بيصير لاعب كرة، وفيوزة حبيبتي بتصير مهندسة إن شاء الله. أما فوزو لأنها كذابة وخيالها واسع تطلع كاتبة إن شاء الله. يما. اي والله، وانا عند ربي صاجه. يلا يما يلا حطوا راسكم وناموا، تصبحون على خير. تصبحون على خير يما. تلاقي الخير فوزيه. يما. نعم يما. اعطيني المنبه، انا احط على سكيمس ان شاء الله. تفضلي يما. مشكوره يما. هذه الساعه 6:30. يما يما بطلوا بطلوا ليت وطفوا المنبه. فاروق طفي المنبه، ما تسمعوني صمخان؟ واحد منكم يطفي المنبه حلمكم. هين هين اوريكم فوزيه، بطل الليت وطفي المنبه، بطل الليت. يما بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على قلبي انا وين؟ وين عيالي؟ عيالي وين عيالي؟ عيالي وينهم؟ وين عيالي؟ أنا وين؟ وين هالمكان؟ وين هالمكان؟ عيالي؟ عيالي وين عيالي؟
إبراهيم، هذا مو مكاني، هذه مو شقتي. عيالي وين؟ عيالي وينهم؟ أنت من أين؟ أنا ميري ماما. في بروبلم؟ ما شفتي أنا بتشا بيبي، سبع بيبي. ما في بيبي ماما. حسرتي، عيالي وين راحوا؟ أنا من يابني هني؟ شو اللي صاير؟ فاروق، خالتي أمينة، الله يابج. أنت الحين توش صاحية من النوم، وأنا من طر النهار قمت ولبست وجيت عشان نروح العزة. الحين أنت تبين تروحين تعزين الضحى، وأنا قلت لك نروح العصاري. لا عزينا ولا أنا نمت. خالتي أمينة، أنت شيابك هني؟ وشون عرفتي مكاني إذا أنا المكان ما أعرفه؟ خالتي أمينة تصدقينش اللي صاير؟ اللي قاعد يصير لي شيء غريب. أنا نمت بالليل وعيالي كلهم حوالي، قاعد تصبحون أنا بريحاتي وبهالمكان اللي ما أعرفه. فاطمة، إيش فيك؟ عسى ما شر. ما أدري أنا نفسي ما أدري شيني، ما أدري. بس وين عيالي؟ واللي يرحم والديك خالتي أمينة، قولي له عيالي وين راحوا؟ فطومة، أنا نورية، رفيجتك نورية. شنو؟ أنت ما أنت عارفتني؟ فيك شيء؟ إيش فيك؟ لا، مو حاسة بشيء. يمكن أكون حلمانة، يمكن يكون كابوس وأبي أقعد من هالكابوس. أنا بحد يفهمني. وبعدين أنا قاعد أقول لك خالتي أمينة، أنت تقولي لي أنا نورية. نورية شلون؟ نورية كبري من عمري. نورية شلون كبرتي؟ فطومة، أنت بعد كبرتي، إيش فيك؟ قولي لا إله إلا الله، علامك قايمة من النوم مختبصة كذي. فاطمة، أنت عندك جلطة صغيرة في المخ اتسببت في تعطيل جزء من الذاكرة. طب ما تفتكريش أي شيء من اللي فات؟ أني نمت بين عيالي يوم 17/4/83، قبل يومين من عيد ميلاد ولدي فهود. ما تفتكريش شيء تاني؟ ولا شيء. أذكر أني نمت بالليل وقعدت الصبح، ما أذكر شيء. ظهر فعلا مثل ما قالوا غيبوبة. يا أخي يا فاطمة، لا تقولين غيبوبة. أنا وأنت البارحة راكسين على يا شايل الظبي بعرس أسومة بنت فيوقة. إيش فيك؟ لا ضحكتي عليها لأنها كانت لابسة ثوب شعبي وفي فيونكات، وبعد ضحكتي على راعي المكرونة. لا ذكري يا فطومة، إيش فيك؟ لا من فضلك ما تضغطيش عليها، مش هتفتكر شيء. على الأرجح إن الجلطة اللي جاتها مسحت كل ذكريات من سنة 83 لحد ما رجعت لها ذاكرة مرة تانية. يعني مش هتفتكر أي شيء من الليلة اللي نامت فيها مع أولادها لحد الحين. واضح إن الجلطة مسحت تقريباً 30 سنة من اللي فات. لا، أذكر اللي فات أذكره. يبقى خدعيني شفرات. أذكر يعني شلون كانوا. والله ما فاتت شيء حبيبتي. فكرت في تحقق. ترى هذا إحنا على طمام المرحوم. إن بعد يوم. لا جامعة عدلة ولا مستشفى عدلة. ما أذكر. الكويت صار لها غزو 1990. ما أذكر. والعراق تشتتت. لا أذكر كل شيء. ولبنان. كل ليلة أذكر. لبنان كل يوم انفجار. وسوريا لهلا. كان يمي، كانت يمي ومصر توها طالعة من الضيق وفايزة والصومال على مجاعتها. حبيبتي أذكر بكل ليلة كل شيء. على حطتي أذكر. الحين ما أذكر. ويش أقول لك بعد يا فاطمة، طلعوا علينا جماعة إرهابية، عفسوا الدنيا عفاس، قلب الدنيا فوق حذر. لا طيحوا العمارتين اللي بأمريكا، ومو بس كذي خربوا علينا. ذيك المرة فللوا جنطتي تفلل، تدرين ليش؟ علشان لقوا قرشة زيت زيتون عندي بالجنطة. لكن الحمد لله احنا بخير، الحمد لله. عندنا الحين مجمعين يدد 360 والأفنيوز. ان شاء الله متى ما فضيتي انا اوديك. عيالي، المهم عيالي يا نوري. ها؟
وين عيالي يا نورية؟ تقولي لي ها، أبي أعرف عيالي صار عليهم 30 سنة، شو أحوالهم؟ منو اللي عايش؟ منو اللي مات؟ وينهم؟ لا الحمد لله عيالك ما فيهم شيء، كنهم البخت يعني، اللي تزوج تزوج واللي عيل عيل. بس شنو علامك؟ علامك أسحب الحكي مني سحاب. تحكي يا نورية فاطمة، أنت متبرية منهم وهم بعد مقاطعينك، صار لكم 20 سنة ما تحاكون، وبعد يمكن لو شافوش ما يعرفونك. أنا متبرية منهم، عيالي اللي كنت ما أستغنى عنهم إلا بروحتهم المدرسة، وروحت المدرسة أولى عليهم، أجاب لهم 24 ساعة أسمي واستحيط أشمشم وينامون تحت ينحاني، ما أهدهم ولا دقيقة. أنا أتبرى منهم شلون يا نورية؟ قولي لي شلون؟ إبليس دخل بينكم الله يلعنه، بس إن شاء الله كل شيء بيتغير، الله يصف النفوس. وقفي نورية، واللي سلمك وقفيني بأي مكان، وقفيني حاسة إني مخلوقة، تكفين تكفين وقفيني بأي مكان. حاضر حاضر حاضر. عيل هالمدة أنا إيش قاعدة أسوي؟ شلون عايشة؟ وليش عايشة؟ إيش كنت أسوي هالسنين كلها؟ يا فاطمة يا حبيبتي وسع صدرك، أنت البارحة كنت شيء ثاني، قلبك عليهم كان صخر. لا أنا بسألك، يعني أنا هالمدة كلها، هالسنين كلها اللي طافوا وثلاثين سنة كنت عايشة بروحي من غير عيال من غير عزوة؟ قولي لي شلون كنت عايشة ومن معاهم ومتها؟ من توفى المرحوم. توفى غانم؟ توفى؟ لا، ريلك الثاني عبد الرزاق. ايش تقولي؟ أنا تزوجت، متى تزوجت وشلون تزوجت؟ معقولة أتزوج وأنا عندي هالكوكش؟ أنت شو تقولين؟ إيه تزوجتي وقطيت عيالك على غانم. العمارة غير، بس هذا هو مكانها. ما عاد شيء بمكانها يا فطومة. نورية يسلمك عيالي شلون عاشوا مع غانم؟ ربك يغير ولا يتغير. عاشوا مع غانم ورباهم لين الله أخذ أمانته، ترك لهم العمارة القديمة، سووها كلها شقق وسكنوا فيها، اللي تزوج تزوج واللي عيل عيل. تزوجوا عيلوا؟ إيه يا فطومة، 33 سنة تغيرت فيها أشياء وأشياء. زين نورية واللي يرحم والديك، ودي أشوفه لو من بعيد لبعيد، لازم أشوفه. سامحيني يا فطومة، يمكن هما ما يبون يشوفونك. ليش؟ نورية واللي يرحم والديك، خلنا نجرب، يمكن اللي عرفوا قصتي تعاطفون معي ويسامحوني، ينسون اللي طاف ويبتدون معي من جديد. أنا مالي ذنب اللي صار، أنا فطومة اللي نمت معاهم من 30 سنة، كلهم حوالي وعلى ديني وعلى جدفي، قعدت ولهم ويمي ولهم حوالي ولا أدري عن شيء، ما يصير يحاسبوني على شيء، أنا ماني مسؤولة عنه. يا بعد عمري يا فطومة، لنت بزمانك ولا انت بمكانك، الدنيا كلها تغيرت، الناس تغيرت، سيايرهم ملابسهم، الديرة كلها تغيرت. أول 100 فلس تشترين فيها ولك ردود، الحين 100 دينار صارت قرطاس، ما عاد شيء مثل قبل. أنا مثل قبل؟ أنا من قبل، أنا فطومة اللي من 30 سنة، أنا من الزمن اللي القلوب فيه صافية ونظيفة وعلى بعض، والناس للناس والكل أهل، والبيبان مشرعة والكل يحب الكل. أنا من ذاك الوقت، أنا ما علي من اللي صار، أنا علي من عيالي، أكيد مهم قادرين يعيشون بهالدنيا الجديدة ولا يتعاملون معها، أنا خايفة من عقبي يضيعون، أبي أرد لهم وظفهم مثل ما كنت أظفهم من الأول. نورية أنا والهانة على فتوح، على فايزة وعلى فوزية، أنا على فيصل وعلى فهد، على فوزي، على فاروق، فاروق بشري، فاروق بشري، فاروق.
لا شمي ريحة شعري. شمين؟ شميت. في ريحة الطبخ؟ لا ما في. أكيد؟ اي أكيد. قولي وصل؟ لا يما. تعالي بقرة. كم مرة أقول لك شمن تغسلين الجلاسات لا تقلبينهم، خلي الهواء يطقهم. ذولا أنت ما راح ترتاحين إلا من تطلقيني من هالريل، صح؟ أبوي وصل. وصل؟ شلون وجهه؟ يضحك ولا مكشر؟ أبوي صار متى استانس؟ كله معصب حتى ما شفت أسنانه. أنت شاب ولا كلمة؟ عبلك هالسوالف. مالك شغل، لا تقولين كذي بعدين قدام خواتك يفهمون ابوك غلط. بروحي يجي تتافل العافية، قضايا ومحاكم لو عدت شبده. روحي بسرعة انت غير الغنات بسرعة، حاطت التلفزيون الكويت ما يحبوا هذه المسخرة اللي حاطينها. بسرعة يلا تتسنعوا قدامهم وتقعدون تقولون حكي ويغثة. يما ابو يضحك لو تكونوا بروحكم بالدار؟ ايه يضحك ويستانس بعد ويقولك حبيبتي ويقول بعد وايد كلام، بس هو ما يحب الغلط. وانتوا الله يهداكم كل تصرفاتكم غلط، كل مفشليني قدامه مالت عليكم. بس يلا صوت ريوله شش ولا كلمه. سلام. يا هلا يا هلا عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله بخير. عسى ما تعبت بالدوام، ان شاء الله ما اذوك. واي ريحتك خنينه كأنك توك طالع. بسم الله عليك انا ماني عارفه عطرك شلون يثبت للظهر. شلون غدا؟ كل خير تحبه، مجبوس دياي واصابع دياي اللي تحبه وورق عنب ومعكرونيه بالبشاميل. طيبة؟ عمر انت متى اخر مره رايح الصالون؟ ها وليش؟ وجهك في شعر هني وهني مبين. بوجهي؟ هلا نيرة؟ نعم يبا. ليش اظافرك طوال؟ قرضيهم قبل الغداء ان شاء الله. دلال انت اليوم ليش الساعه 9 اونلاين؟ انت مو رايحه المدرسه؟ مو بالا يعني ماخذ التليفون وياك؟ اي. تعطيني تليفون امك وما اشوف ولا احد عنده تليفون اليوم رايح، وماكو تليفون الا بالويكند، سامعين ولا لا؟ ان شاء الله. اصلا زين تسوي فيهم؟ انا تعبت وعيت وانا اقول لهم ما يسمعون الحكي. احسن زين يسوي فيكم. شوف عيونهم ما راحت من الاونلاين. عليا. نعم. ايش عندك واقفه مع عيارتنا برا؟ ايش قالت؟ ايش تبي؟ يبا بس كنت ابي اصور معاها. تصورين معاها ليش؟ ليش؟ هي شنو؟ ترى قصاها مذيعه. اخترع الذره هي. شوفي لا تفتحي لي بيبان مسكره. ترى انا بروحي هي العظمه واقفه، هذا يارا راح اتجر لها من غير لا يشور احد. يبا لا تجننوني. هيمة هيمة شنو الوسخه؟ شوفي انا مو ماما تنظفين شيء وتخلين شيء، بيت كله نظيف. يلا روحي روح على ردك المكتب الحين. سبحان الله هالإنسانة هذه محيرتني، ماني عرفت لها ليه شفتها زينها محتشمة تسلم خجولة خوش آدمية،
بس من افتح التلفزيون اشوفها انسانه ثانيه شنها مبدله مو هي تتهزهز وخفيفه ولبسها استغفر الله واي ماني عرفت لها تعبالك كل الحريم مثلك سنعين مسخرين حياتهم حق بيتهم وعيالهم يبا اللي مثلك تنعدون على صابع خلصوا الحين يا بعد قلبي عسى الله يخليك لي طيب انت حاطه دهن شيء بشعرك امس كنت مدهنه شعري بس غسلته ما في ريحه ما في ريحه شلون شميتها هيلانا يمكن الا انه طيب ابي الدلق ان شاء الله يلا يا بنات تفضل دلاغات دلاغات شبه فيهم حين قاعد غدا أنا خلاص بعدين استغفر الله استغفر الله شفيك شعره بالاكل ترى مسكينه الخدامه كانت حاطه هذا الكبوس النايلون على شعرها يمكن هذه طايره من الهواء طايره من الهواء شلون طايره من الهواء يعني شوفي الواحد يرجع من الدوام تعبان مليون شيء على راسه بعد فوق هذا اكل اكل وسخ استغفر الله العظيم تتعوذ من ابليس يا فاروق تعوذ من ابليس مو انا لو متعوذ من ابليس كان وين رايح بروح المكتب لا اسمع حس احد حبيبي لا تفكر تنخش بالدار الدار كلها منخشة فيك وهي ريحتك ردت روحي شان الشافة حبت أموت فيك في صوتك في عيونك في زولك تغديت؟ من قسم اليوم بعد هناك مسويين مكبوس دياي وصابع الدياي اللي احبهم انا بعد عمري كان تغديت هناك تدري معي مالك الا الدليفري يا حلا لا كليته من ايدك عيل خلاص اطلب لك بيتزا امس بيتزا الله يهداك برجر عيل اوكي من هذا؟ الدعله الو اهلا ابو سلمان بعد عمري والله مشكور تسلم عيونك الحلوه ابو سلمان ترى يقطع ما سمعنا في الاسانسير الو الو انا كم مره قايل لك الحيوان هذا لا تردين عليه انا مو كفايه متحمل تعليقات الشباب الديوانيه على برنامجك السخيف كافي غاده ف
فاروق انا مو مشكلتي اذا ربعك هيلق، انا محترمه نفسي، انت تزوجتني وانا كذي وبظل كذي، والله عاد لو بلتفت على ريالي المسطحين بالدواوين يلعبون بسابيحهم ولا كوت بسته ما راح اخلص، يعني شنو يعني؟ بنغير بعض! بنغير بعض الحين! خلاص انا غلطان! انا غلطان اني ما اخذ واحده مثلك! حقك علي! خلاص! فاروق فاروق! انا وانت الدنيا اخرتنا على بعض، كل واحد فينا شق طريقه وتلاقينا في النص. انا ارد ديني ما بيلا كتفك، والله العظيم ما بيلا كتفك. اذا انت زعلان من التليفون ها اصكه، ما بي تليفون ما بي. ها خلاص شنو يعني الكلانيات اللي كسرتها؟ قولي لي شنو اساميهم وايب لك مثلهم. تحت ريولك فدوه. هذا انت متخيل ان الباب هذا اللي بين البيتين بابه بس، هذا باب ما بين موت وحياة. أنا هناك كل شيء أسويه روتين، قعدتي روتين، سوالفي روتين، شربة الشاي، كل شيء تأدية واجب. القطة كلها مع قطة دشداشتي ويجيني هني، كل شيء حلو، كل شيء له معنى، حتى سكوتي له معنى. بس طلبتك غادر، لا تستغلي الحب ولا تدوسين عليه. حرام عليك فاروق، أنا لو بيدي أعيش حد ريولك لو تعترف فيني بس هاد شغلي والدنيا كلها. أنت عارفة وضعي، عارفة أنه كاني حساس. فاروق أنا اليوم اللي أرجع فيه البيت وبلقاك في الغرفة أطلع منها، أنت كل شيء، أنت كل شيء عندي. عاد أنا من زمان خاطري أسألك شنو هالطق الحلوة اللي في حاجبك وأنساه؟ لما كان بو سنتين شق حاجبه موس الحلاقة مال أبوه وقعد يشخل منه الدم، يشخل منه الدم. اليوم رديت من الشغل وشفته بدمانه مت بالخوف، مت بالخرعة، مت مت مت. صدقين ما أذكر. بلاه حافظ فيك، لما تعور شق الموس حياته وسبوه وبعدين أخذته ووديته عندنا بالمستصف، ويومها كان دوام الدكتور مدحت. أي مدحت؟ إحنا مر علينا واحد اسمه الدكتور مدحت؟ علامتش نورية، مدحت شبيه علي المفيدي. علي المفيدي الله يرحمه، حنظل مات، سلطان وعدولة وحجي مرزوق كلهم ماتوا، الله يرحمهم ويغمد روحهم الينة يوسع منازلهم مثل ما وسع صدورنا، الله يرحمهم. توفوا كلهم. فطومة هوش فيك انت بتبكين بأثر رجعي الله يهداك، ماتوا من زمان، قولي الله يرحمهم. الله يرحمهم ويوسع منازلهم. نورية قولي لي من توفى من خالتي قماشة؟ مريم الغضبان الله يرحمها. اسمع، توفيت احب اموت عليه. انزل والباجي عسى الله يطول بعمرهم موجودين. شو ويهي فاطمة هو علامك بتبكين على اللي ماتوا من 30 سنة كلهم؟ قسم العنية نورية، نحبهم، كانوا منا وفينا، كانوا مثل هلنا وعايشين معانا، الله يوسع منازلهم. صدقين انت فوزية، كانت تلبس نظارة محبوبة وتقلدها. فوزية فوزية. فيونا ما شفت بنية اسمها في؟ لا لا
نص ساعة انطر بنتي ما أدري وين هي، قعدت انطرها خاف ركبت مع أحد ولا راحت مع أحد، سألت الأبلة اللي كانت واقفة تقول لي ما أدري عنها، شو أسوي يا حضرة الضابط؟ عفوا أختي، أنت عارفة أنت وين؟ أنت مو بالمخفر، أنت بالمستوصف. إيه شكرا. انتي وين كنتي؟ في المدرسة. كذابة، لا تكذبين علي، انا جيت للمدرسة ما لقيتك هناك، دورت عليك ما لقيتك، زر عقلي بغيت اين. في حد يالك لباب المدرسة خذاك وركبك مع السيارة؟ في حد وداك بيتهم؟ لا ما صار شيء يما، بس يما انتي جيتي لي حافية واستحيت بنات يعرفون انك امي. شلون رديت البيت؟ رديت مشي. انتي بنت ما يصير تمشين، كم مرة قالت لك ما تين مشي؟ ترى الدنيا تخرع لو واحد موقفك. ما صار شيء. زين وانت قاعد تمشين ما حد كلمك ما حد سوى فيك شيء ما حد حرش فيك؟ لا. في احد لحقك في احد عطاك شيء؟ لا. يما انا اخاف عليك ما لي غيرك بهالدنيا، لا تسوين شيء غلط. انت يعانى؟ اي وايد يما. تعالي نسوي غدا، شنو تبين تاكلين؟ يما شوفي كم جبت بالامتحان. يما شوفي كم جبت بالامتحان. في بس بيض. يما يما الامتحان. روحي عند خالج فوزي تغدي عنده. بس انا بقعد معاك. قلت لك روحي عند خالج فوزي تغدي عنده، يلا. ما شاء الله عليك يا فاطمة، تذكرين سوالف أنا ما أذكرها. لا 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 مو كذي، هذه مو أخلاق مو لية، لحقنا من مكان لمكان. هو من هو؟ من هالصبي اللي هناك، لا حية ولا مستحق طيعة. وي فاطمة إيش فيك أنتي؟ ألامك أنا وأنت طقينا الستين، فينا كل اللي في الجمعية أصلاً كبر ولدك فاروق، إيش فيك أنتي؟ نعم شكو. يما أبوكش طاح، يست وأنا لحقك من مكان لمكان وأنت ما تسمعيني. تفضلي. سامحني يما معالي. مشكور يما، عسى الله يحفظك. أقول فاطمة من اليوم ورايح عودي نفسك كذي، أي ريال بيشوفك تسمعين منه يما خالتي عمتي، لا عاد وإذا بيحشمك أكثر بيقول لك يا حجية. الله كت كات بنتي فويس كانت تموت علي، أتصدقين تقول لي حطيت تحت الدواء يما عشان يصير دافي، ولا صار دافي كلت. يا حلو كم هو جميل منزلك يا خالد. حلي بغرفة عندك. حنان كم هو جميل منزلك، كم هي جميلة تلك الأشجار. أكملي. الله رهف منزلك جميل. رهف اسم الله عليها تدش القلب.
أكثر واحدة مميزة عندي. الله يسلمك، هي بعد تحبك وايد، عاد صدقين أنت غير عندها، وأنت اللي حببتيها بالروضة، يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا ماما يلا قومي قومي قومي. ادري شفتي وياها تضايقك فادي، بس يصير بروح لاكلمك. تفضلي يا ابله فايزه. لا حبيبتي هذه لكم. لا هذه لك انتي. الحمد لله انا عندي بيت وعايشه فيه وصاكه على نفسي الباب، بس ابيك تعلقين هاللوحه علشان كل ما تشوفينها تتذكرين انك بتهدمين البيت. انا بس ولا كلمه، ما ابي اسمع منك اي شيء. انت عبالك انا ساكته؟ عبالك هبله ما افهم شيء؟ انا ساكته علشان ادري ان بيقطك عقب ما يشبع منك ويخلص. قبلك كان في وحده، وبعدك جايه وحده، والحين بعد في وحده. انت للحين هني وتوج برا؟ ايه انا جيت اعطي حق ابله فايزه اللوحه علشان تعلقها. يلا ايه تفضلي، مع السلامه.